برشلونة بروعة زمان، مش زمان قوي يعني، يعود بطلا للسوبر الأسباني في مباراة من طرف واحد. أمام مين؟ أمام ريال مدريد. فاز اليوم برشلونة على ريال مدريد بثلاثية، فوز منطقي ومستحق جدا. تفوق تشافي على أنشيلوتي، وتفوق شباب برشلونة على كبار الريال. بجافي وبدري ظهر برشلونة أكثر حيوية من الريال، ورجحت كفته خبرة ليفا وبوسكيتس وخط دفاع رائع جدا. فوز برشلونة اليوم يعطي قبلة حياة لمشروع تشافي مع برشلونة، وتضع كثير من التساؤلات حول تغييرات واجبة في تشكيلة الريال.